حديثي ولقاء اليوم انه عام 23 حققنا 5 مليون و200 الف طن. العام الحالي اللي هو 24 هذا الموسم نتامل ان شاء الله يتجاوز هذا الرقم، لانه سوينا استطلاع لمديريات الزراعه في كل المحافظات مع المدراء انه ايش قد الخطه وايش قد المتوقع. احنا عندنا الخطه واضحه، بس ايش قد المتوقع الان بغله حسب المؤشرات يتجاوز رقم العام الماضي ان شاء الله. بمحصول الشعير ايضا بانتاج كميات جيده، لكن تعرفون التخصيصات الماليه لهذه الحكومه حقيقه كان عالجت مشاكل مال سنوات. يعني اتحدث عن تعيينات وعقود 315 قرابه 800 الف ثبتت هذه الحكومه. كل المشاريع المتوقفه منذ عام 2014 والى اليوم عالجناها في مجلس الوزراء وخصصنا لها مبالغ. صحيح. كل تعويضات مربي الاسماك، مربي الامطار، الفيضانات، الشلب ايضا عوضناهم. يعني ماكو مزارع ما منطي اجو؟ لا كلهم طيتوهم. كل التعويضات سلمناها اللي لقيناها قدامنا باقيه لسنوات حقيقه. نعم. عوضناها. بالتاكيد لذلك ما قدرنا في هذا الموسم نستلم الشعير. نعم. الشعير الوحيد اللي ما تم استلامه، استلمنا الذره، استلمنا الحنطه، لكن الشعير ما تم استلامه. سعره ايضا كان جيد مناسب، يعني الفلاح من كان يريد يبيعه على المربين الثروه الحيوانيه كان سعر جيد، لذلك ما استلمناه كوزاره وكحكومه. وضعنا بذن المحصولين يكاد يكون جيد، اللي نامل ان شاء الله اذا الله سبحانه وتعالى وفر لنا، ومثل ما هو معلوم الان الخزين المائي والوضع المائي ان شاء الله بلد جيد نتيجه هاي الامطار اللي يشوفوها خلال تقريبا هالشهر هذا، وايضا متامل بعد اكو امطار. اذا الخزين المائي كان جيد مثل ما متوقع في وزارة الموارد المائية، إن شاء الله يكون موسم القادم للشلب أيضا موسم كبير، ونستطيع أيضا استزراع. معالي الوزير، يعني الوقت إذا